مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة. افتكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب، تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكتر من 650 مليون دولار، ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل 6000 ميجا وات يومياً. الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقضي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة 1.8 تريليون جنيه. كان أهم أركانها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر، وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه. وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكثر من 600 مشروع. ليصبح عندنا قدرات مركبة قادرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وده في سنة 2022 من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014، وده معناه إننا في 9 سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها. نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار بنهاية عام 2021. فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجا وات، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات. اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة، ووفر أكتر من 20,000 فرصة عمل. إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجا وات، وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص رأس غارب وغرب بكر بقدرة إجمالية 500 ميجا وات. وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عام 2021 في قدرات الطاقة المتجددة غير المائية مقارنة ب 2014، كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025، وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل ل 4.5 مليار دولار. جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وتالت أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020. عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 ل 304% مقارنة بعام 2014. واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035. وبالفعل تمكنت مصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو وات في الساعة عام 2022 بزيادة 75% مقارنة بعام 2014. وفي خلال 9 سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يوم عن يوم
إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسعى لها، لأجل خيرها يعم على كل أهالينا. وهي دي حكايتنا، حكاية وطن.